me. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدرة. من الواضح انه نت مارفل و 7 ديدلي سينز عم يحاولوا يحلبوا الكولاب بأكبر طريقة ممكنة، بس بصراحة ما راح اكذب عليكم ابدا، كتير 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 حلو التريلر وكتير كتير حلو التيزر اللي عم ينزلوه. بس في نقطة واحدة حبيت اعلق عليها، هي انه من كل الشخصيات اللي موجودة ب 7 ديدلي سينز ما عرف شيء ولا هاد يا اما هن ناويين يجيبوا هاوزر جديد، ما بعرف شو فكرة انه اختاروا من بين كل الشخصيات اللي ب 7 ديدلي سينز اللي حطوا لنا هاوزر. يمكن هاوزر في جلي ثاندر، في جلي ثاندر كمان شوفوا جليثاندر وغريامور. يا سلام الأوجيز، يا سلام الأوجيز. بصراحة يعني شفت التيزر ممكن 4 مرات ولا 5 مرات. الحلو بالتيزر هاد انه موجودنا كيف حيكون شكل الشخصيات جوا اللعبة، يعني عم يورجوك انه ما راح يكون شكلهم خارج عن العادة او خارج عن الطبيعة، راح يكون منظرهم بيشبه منظر، شوفوا بيشبه منظر الشخصيات تبعات اللعبة اوريدي، يعني عاملين الديزاين تبعهم بحيث انه يصير مناسب او ملائم لديزاين الشخصيات تبعات 7 Deadly Sins. بصراحة اعتقد هذا حيكون تحول او نقطة تحول كتير كتير كبيرة للعبة، خاصة انه اذا بنشوف، يعني انا ما راح احط الصوت هلا، شوف انتو كمية التعب اللي بتحسوا انه تعبانينه مشان يضبطوا التيزر تبع هذا، وابريل 25 وابريل 27 وما بعرف شو. للامانه انا بلشت نوعا ما اتحمس، ولا حدا يحرق علي ان شاء الله اليوم او بكره، يعني معي جمعه سبت احد تنين 4 ايام بدي احاول اخلص قد ما فيني من سترينجر ثينجز، مشان لما يبلش او لما يجي على اللعبه يكون على الاقل عندي فكره عن هلا هي الشخصيه بعرفها، هي الممثله اعتقد يا ما هي وحده تانية. بس بصراحه مبين انه نت مارفل ناوي تحط كل شيء بالكولاب هذا. وعلى فكره انا عندي، ما راح اقول متاكد، بس عندي ايمان كثير كثير كبير بانه اللعبه راح تخلي هذا الكولاب احسن واحلى واكثر كولاب متنوع حيجيبوه على اللعبه، لانه انتوا اذا بتلاحظوا هن عم يركزوا على موضوع اللايف اكشن، على موضوع انه هي مو انمي، انه هو مسلسل طبيعي وموجود على نتفليكس، مو انمي. بصراحه ما بعرف شو بدي اقول غير انه احتمال هذا يكون اقوى كولاب حيجي على اللعبه بصراحه لحد الان من بين كل الكولابات. واحتمال، وحتى انا بتوقع انه القصه اللي تجي مع الكولاب والإيفنتات اللي راح يجوا مع الكولاب حيكونوا جبارين جدا جدا جدا. اعطوني رأيكم انتو بالموضوع. وطبعا انا هلأ اعتقد ما صاروا 4 دقايق نازل التيزر، وبتمنى انه يصيروا كل ابديت، مو شرط يكون كولاب كبير، كل ابديتات بدهم يجيبوني ينزلونا هيك مثل انه مقاطع قصيرة منه مشان نفهم لحنا انه مثلا كيف رح يجي اشكال، كيف رح تجي الشغلات، كيف رح يكون شكله للتيزر. بس بصراحة جي جي. وبعدين انا شايف لك Stranger Things كأنه معظم الاشخاص او الشخصيات الرئيسية اللي فيه اطفال. لازم بلش تابع حاشة فلسفة انا عليه للمسلسل، لانه امبارح الشباب ما شاء الله ما قصروا معي، قالوا لي انت ما فهمان شي جاي تتفلسف على Stranger Things، فهلا بدي روح شوف Stranger Things واجي اتفلسف ساعتها. واللي فهمته انه الشرطي هو عبارة عن شخصية رائعة بالمسلسل، وانا امبارح قاعد عم طقطق عليه. فبس اعطوني رأيكم انتو بالكولاب، شو رأيكم راح يصير، شو رأيكم هل هو راح يكون عن جد كولاب جبار ولا انا قاعد
عم بعطيه قيمة أكثر من قيمته. بس أنا شخصيا أعتقد أنه راح يكون جدا جدا الكولاب كبير، بما أنه أول شيء حيكون على اللعبة بكل الفيرجنات تبعتها جلوبال جابانيز كوريان، وبنفس الوقت مع نتفليكس لايف اكشن سيريز وكميه الادفرتايزمنت الدعايات اللي عم يعملوها اللعبه، واعتقد هلا حتبلش تنتشر دعايات كمان على الفيسبوك وعلى كل شيء، انه 7 Deadly Sins Stranger Things اول مره بتاريخ، ما بعرف اذا بالتاريخ، اعتقد في لعبه عملت كولاب مع شو اسمه The Walking Dead، بس يعني اول مره بالعاب الانمي اللي انا بجربهم ولعبانهم بحياتي بصير هيك نوع من الكولاب، فانا متحمس نوعا ما. وعلى فكره على هالسيره، بما اني انا خلينا نشوف اذا انا طولت بالفيديو مشان اختصر، لا لا 5 دقائق فيكم تستنوا كمان ثانيتين لانه عندي خبريه رائعه جدا جدا. لعبه قصدي شركه نت ماربل راح تعمل لعبه لسولو ليفلينج يا شباب، امبارح شفت الخبر. لا شركة نت ماربل رح تعمل سولو ليفلينج لعبة، وبتعرفوا إذا بيعملوا عن جد لعبة وبيظبطوها، أنا من هلا عم بحكي لكم، قولوا عمر أول واحد جاب الخبرية، أقوى لعبة ب 2021 رح تدمر الدنيا هي لعبة سولو ليفلينج إذا إجت ب 2021. وأنا من أول الأشخاص اللي حيكونوا عم يلعبوها، وراح أترك كل الألعاب اللي بحياتي وركز عليها تماما، لأنه سولو ليفلينج كمان هو من اكبر الاعمال الجباره من ناحيه المانوا، واذا نزل منه لعبه ونت ماربل عن جد اشتغلوا عليها، نت ماربل بيطلع معهم كتير، شركه عندها مليارات المليارات، بيقدروا اذا بدهم يسووا لعبه صح يسووا لك اللعبه اللي بدك اياها. بصراحه كتير كتير متحمس انا اذا عن جد حينزل لعبه لسولو، هلا مو اذا عن جد هو كون يعني انه رسميا راح ينزل لعبه لسولو ليفلينج من شركه نت ماربل، امتى ما تحدد لسه، بس اذا اعتقد ب 2021 رح تنزل اللعبه، فانا جدا جدا متحمس. وبس هيك بنكون خلصنا، واذا حابين تاخذوا اخبار عن الانمي وانطباعات عن الانمي رح احط لكم رابط قناتي تبع الانمي بالمربع الوصف، يا ريت تدعمونا القناه الثانيه، وشكرا كثير لكم، وما تنسوا تكتبوا لي شو ارائكم عن الموضوع تبع Stranger Things سيفن ديدلي سينز، وشو حيكون تأثير الكولاب هذا على اللعبة، هل راح يكون إيجابي أو سلبي. وإذا عجبكم الفيديو تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك وشير القصص كلها هاي، نشوفكم على خير.